تلاقي قاعد شمام شمام ولا ليه صوت ولا اي حاجه، وطلع عمال يغني الكورونا، يقول لك الكورونا دي موتتنا، الكورونا دي موتتنا وقتلتنا. يا فرحتي يا يا فرحتي. وتقال واحده ست زي عامله زي الفشيله وعماله ترقص في الشارع مع اغنيه الكورونا، ولا كانها ايه في برج ايفل، ولا كانها فين في كازينو برج ايفل في فرنسا. جيت في مصر عماله ترقصي واحده يمين واحده شمال بالكورونا. ده كانت عايزه نبله عشان تتلم، والله العظيم يا جدعان كانت عايزه اهبل اهبل ابن اهبل اهبل صحيح، يعني الشعب نبله عشان ترقد مكانها. يخرب بيتك يخرب بيت سنينك بالناس. الكورونا عماله تقتل الناس، طلعت ترقص. ده ايه التخلف ده؟ هو ده من عادات المتخلفه اللي عندنا يا جدعان؟ طلعت ترقص بالكورونا اغنيه عايش شمام، عار شمام بيغني الكورونا، واحده بترقص عملت يمين وشمال، عامله زي ده، عامله زي ذكر باط بترقص وشمال. يخرب بيتك يخرب بيت ويخرب بيت سنينك. ايه في ايه في ايه؟ انا مش عارف في ايه. يا نسوان اتهبلت، يعني النسوان خلاص اتهبلوا. بترقصي انت بترقصي ليه؟ اصل بغير عن معنويات ايه، معنويات ايه واحنا فاضيين ورقين؟ بقولك البارات واتقفلت، والكازونهات اتقفلت، وطلعت القصي طلعت القصي. يا نهار ازرق يا نهار ازرق على السودا، يا نهار ازرق على السودا وعلى اللي بنشوفه. روحوا الله يخرب بيكم،